تعالوا بسرعة نشوف أخبار النادي الأهلي، وهبارك لكم مليون مرة، واحتفالاتنا هتكون متواصلة لمدة 41 يوم كمان. أنا هحتفل 41 يوم، كل ما ناخد بطولة إن شاء الله نزود في أيامها احتفالات، وإن شاء الله نفضل في احتفالات وأفراح على طول كل مصر إن شاء الله. النادي الأهلي لما بيفرح مصر كلها بتفرح على فكرة. الكابتن الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير النادي الأهلي بالدوري 41، أشاد كمان بالمجهود الكبير اللي بذله الجهاز الفني واللعيبة والانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطولة. كابتن محمود الخطيب اتكلم عن إسعاد الجماهير وطموحهم على المستوى المحلي والقاري اللي كنا بنتكلم فيه منذ قليل. لاسارتي زي ما قلت لحضراتكم بيطالب اللاعبين بتز استعدادا لمباراة ألكم، قال لهم خلاص يا جماعة ننسى بقى الأفراح واللي احنا عملناه في ماتش المقاولين وان احنا خدنا الدوري، ونركز مباراة الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم الزمالك كل اللي بقيله في الدوري ان هو يكسب الأهلي. انت تكسب الاهلي في حد ذاته، اي فرقه في حد ذاتها بتكسب الاهلي بالنسبه لها بطوله. تخيل بقى انت بتلعب كمان اللي هو المنافس التقليدي ليك، بصرف النظر عن المنافس التقليدي في البطولات. قلت النادي الاهلي في حته بعيده خالص 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 لو قارناه بالبطولات، مع احترامي الشديد والكامل لاي نادي. انت فرق بينك وبين اقرب منافسيك 29 بطوله، 29 سنه. اتكلمنا قبل كده لكن ما كانش حد بيصدقنا، وقلنا عشان برضو يعني نبقى يعني بنتكلم بحق شوية، قلنا ان هما بيتكلموا طبيعي جدا وبعقلانية جدا، ان هو موضع طبيعي ان انت بعيد قوي عن الدوري فمش هتاخده، لكن احنا بكرر وبعيد وبزيد هنفضل طول عمرنا عندنا ثقة وإيمان في فرقتنا ان هما ممكن يكسروا اي مستحيل ويعملوا اي حاجة مش عادية، وده اللي بيحصل. لاسارتي قال خلاص هنتوقف تماما عن الافراح بعد مباراه المقاولون العرب اللي حسمناها بالفوز 3-1 والفوز بالدوري العام، هيبقى فيه هدوء وتركيز في معسكر الفريق في برج العرب باذن الله، ويكون فيه جاهزيه فنيه وبدنيه وذهنيه قبل مواجهه الزمالك. طبعا اعرب عن سعادته وفرحته الكبيره بالدوري العام، اول دوري حققه الراجل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيخلي المدربين مدربين كبار جدا جدا، وياما هيجنوا بطولات من وراء النادي الاهلي واسمهم بيكبر يعني فوق ما تتخيلوا، اكيد حضراتكم عارفين. كابتن سيد عبد الحفيظ اللي شكرناه كل الشكر وتقدير وتحيه وكل حاجه يستاهلها بصراحه، قال اغلقنا صفحه المقاولون العرب وتركيزنا بالكامل في مباراه القمه القادم. سيد عبد الحفيظ اكد ان المباراه مباراه مهمه جدا بعد تتويج الاهلي رسميا ببطوله دوري 2019-2020. قال بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك والتي تبقى مهمة للغاية. ده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تبقى مهمة للغاية في إيه؟ على الصعيد الرقمي والإحصائي للجماهير فقط لا غير، خاصة أننا نرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاثة في مباراة القمة. ماشي احنا نكسب بس يعني 3 نقاط، ماشي يا كابتن سيد بقى، يعني كل سنة وانت طيب وكل دوري وانت طيب، وان شاء الله تبقى كده وتجيب لنا دوريات كتيرة مع بقية الرجالة ان شاء الله. استلام تصريح تغطية مباراة القمة يوم الخميس والجمعة، ده خبر يعني إدارة الإعلام بنادي الأهلي قابلت بالسادة الزملاء الصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية مباراة الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري العام. إرسال المخاطبات الرسمية من المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية التابعين لها عبر الميل الاهلي ايجيبت ميديا @gmail.com. هنقول لكم كل الاخبار يعني مع بقى ضيوف الكرام. سعد سمير بيعود للقاهره السبت المقبل بالسلامه ان شاء الله يا سعد، ومران استشفائي للمشاركين في مباراه المقاولون العرب وانتهاء اختبارات الناشئين بالنادي الاهلي. اليوم عارفين طبعا ان كل براعم مصر بيروحوا الانديه الكبيره زي الاهلي، امبي، المقاولين، كله عايز يشوف ولاده لعيبه كوره ان شاء الله، تشوفهم لعيبه كوره بس يكون عندهم موهبه. واحنا بنتكلم بمنتهى الصراحه دايما مع اولياء الامور خصوصا في قطاعات الناشئين اذا كان الولد ينفع او ما ينفعش. كابتن فتحي مبروك بيشيد بمدربي قطاع الناشئين في الاختبارات، اكيد عملوا مجهود كبير جدا جدا، اعداد كبيره قوي بتروح لنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، يعني لازم الكابتن فتحي مبروك يشيد بيهم. الف الف مليون مبروك تاني، والمره المليون لكل الجماهير الاهلاويه.